اللعب بالكرة وهي رياضة الآن عظم أمرها عند الناس تعظيما فاق الحد، وكان لليهود يد في ذلك. يعني في بعض مخططات اليهود قالوا أشغل الشباب بالكرة والفن والموسيقى، وأصبح كثير من الشباب في باب الكرة وتعلق قلبه بها بدرجة سيئة جدا. كم من صلاة ضيعت لأجل إما لعب الكرة أو مشاهدتها؟ كم من صلاة تضيع فريضة من فرائض الإسلام لأجل الكرة؟ أين العقول؟ ينادى للصلاة في المساجد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويتسمر الشاب أمام الشاشة حتى تنتهي الصلاة. أين عقله هذا؟ أيضا في قضية لعب الكرة إذا كان فيها مخالفات للشريعة ككشف العورة أو بعض العورة، مثلا يترتب عليها إغار الصدور، أحيانا تحصل طلاقات في البيوت بسبب الكرة، ويحصل فرقة ويحصل عداوات ويحصل على ماذا؟ فهذا كله من الأشياء التي هي إثر يغلى اليهود الناس بمثل هذه الأشياء.